الديوانية ظاهرة ولدت منذ الجاهلية، وهي بشكل أو بآخر مجلس قد يكون اجتماعياً أو سياسياً أو ثقافياً. أنا هنا في الكويت لأحكي لكم قصة الديوانية الكويتية. يوجد في الكويت أكثر من 7000 ديوانية، فماذا عنها وماذا يجري بداخلها؟ لنبدأ الحكاية. احنا من اجداد اجدادنا، من اول ما انشئت الكويت كانت الديوانيه موجوده، هي عصب الحياه في الكويت. نتناقش في امور خاصه في المجتمع الكويتي، امور خاصه مثلا في السفرات، اذا واحد سافر وياه يحكي لنا شنو صار بالدول هناك كذا. وفي نفس الوقت احنا نجتمع هني للحديث والنكهات وغيره، يعني تسلية للوقت بعد. نسبة آراء الشعب الكويتي تقريبا نسبة 64% من الشعب الكويتي ياخذ قراراته بالتواصل داخل الدواوين. أنا ما سمعت أي حادثة صارت داخل الديوانية إلا بعض الأمور العلنية، إذا صارت هناك مثلا قضايا تصوير أو شيء وكانت هذه القضايا مثلاً خلينا نقول تجريح لأطراف معينة، إيه نعم يحاسب هذا الشخص، إيه نعم أمر طبيعي طبعاً إذا كان ظاهر للعلن. يعني كبار بالسن كانوا يطرحون أن مجلس التشريعي اللي هو تقريباً ما بين سنة 1938 و 1939 أغلب أصحاب المجلس التأسيسي كانوا أصحاب الديوانيات، وهذا يعطي انطباع أن الديوانية لها تأثير كبير. الكويت الآن في 2013 ليست بالكويت في الستينات والسبعينيات، كانت في حرية أكثر، في فكر يعني فكر تنويري أكثر كان للأمانة. يعني حضرتك مو تعتقد أني أنا خجلانة أو مثلا متخوفة أو أتهرب، أبدا أبدا. أنا الحمد لله ما شفت أي يعني هجوم لا سمح الله أو شيء، لأن تقريبا أنا من 10 سنين تقريبا أو 9 سنين كذي بديت أنه يكون مختلط، بس قبلها كان يعني لا والله، حتى كان قبل يعني بعد التحرير تقريبا بسنة سنتين وبديت. والله أنا خطي وتوجهي ليس فقط يعني سياسي أو بس ثقافي أو بس فني أو يعني خط معين فقط، وإنما أنا ملتقاي يحوي كل هالمحطات هذه. محاولات حثيثة ترمي إلى إزالة ما تبقى من الإرث الليبرالي والديمقراطي الذي اشتهرت به الكويت من خلال الديوانيات، التي تقف بشدة ضد تلك المحاولات الرامية إلى إقفال أبواب البرلمان وحقوق المرأة في الكويت بشكل خاص. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.